طيب يا شباب، النهارده ان شاء الله هنحاول نحل بعض المسائل على الكيو بروبلم. زي ما انتم عارفين الكيو بروبلم دي مساله رقم ايه 4، واحنا اخذنا مقدمه ليها المره اللي فاتت. تعالوا ندخل على المساله على طول. المساله بتقول A lake releases water to a stream of wide section. يبقى عندنا بحيره بتريليز ووتر تو استريم، ستريم يعني نهر او تشانل صغيره. والستريم دي وصفها بانها وايد سيكشن. بعد كده ذا ليك ووتر ليفل از 130 متر اي ام اس ال. ايه اختصار اي ام اس ال؟ المقصود بيها اباف مين ستريم ليفل، اباف مين سي ليفل، اباف مين يعني فوق سطح البحر، اباف مين سي ليفل. بعد كده and the bed elevation of the stream at the inlet section is 127.5 meter برضو above mean sea level. بيقول لي it is required to determine the flow released to the stream noting that manning n معطى، channel slope معطى، والبيد ويتس كمان بتاع الشانل او الستريم معطى. فدي مساله ايه؟ زي ما انتم شايفين كده مساله ايه، كيو بروبلم، زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت. فتعالوا نحاول نحلها بقى ونستخدم ايه نفس التكنيك اللي احنا عملناه. لو انتوا فاكرين قلنا في المسائل اللي زي دي على طول بنعمل ايه، بنفرض الاول. فتقول كده تبدا تقول ايه اسيوم، تقول اسيوم ايه ستيب سلاش كريتيكال سلوب، لان انا مش هقدر اصنفه دلوقتي. ليه؟ لان ما عنديش الديسشارج، فبالتالي مش هقدر اصنف. فبالتالي يبقى الشكل هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل ايه هنا كده، وهنا عامل مين؟ عامل اس. وبالتالي هتعمل سكتش الووتر سيرفيس بروفايل، ده الكريتيكال وده ايه النورمال، وترسم البروفايل. انا اوريدي رسمته، وهنا هتلاقي هنا في واي كريتيكال ديبس. تعال نحط بقى ايه المعلومات بتاعتنا، يعني ده اسمه ايه؟ ده اسمه الكريتيكال ديبس لاين، لازم تعمل سكتش، وده اسمه النورمال ديبس لاين. تعال نعمل بقى ايه، نحط البيانات اللي عندنا في المساله. فبيقول لي هو الووتر ليفل هنا في البحيره كام؟ 130. يبقى ده الليفل ده كده 130 اباف مين سي ليفل. طب والليفل ده كام؟ بيقول لي اهو، اقرا معايا كده، بيقول لي الانلت سيكشن، البيد اليفيشن بتاع الانلت سيكشن 127.5. فين الانلت سيكشن؟ الانلت سيكشن هو سيكشن الدخول، اللي هو السيكشن ده، ده السيكشن الانلت. فين؟ عند البيد بتاعه. يبقى الليفل ده هو المعطى، يبقى ده اللي معطى 127.5. يبقى بالتالي اقدر دلوقتي اجيب الاتش. فاكرين الاتش اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، اللي هو فرق ايه الليفل ما بين مدخل التشانل والايه والليك ووتر ليفل في البحيره. فال 130 ناقص 127 هيديني كام؟ 2.5. هو ده الاتش اللي احنا كنا بنتكلم عليه امبارح. خلاص، يبقى بالتالي اقول بقى دلوقتي يبقى الاتش عندي بيساوي ال 130 ناقص ال 127.5، يعني بيساوي ال 2.5 متر. بعد كده اقول له بقى ايه ابلاي برنولي ايكويشن، دي نقطه 1 دي نقطه 2. اقول له ابلاي برنولي ايكويشن between 1 and 2. فبالتالي اقول ايه بقى؟ اقول لو انا اخدت الديتم بتاعي هنا، ده الديتم بتاعي، يبقى اقول ايه؟ هقول h اللي هي 2.5 دي الزد زائد البي على جاما 0 زائد البي سكوير على 2 جي 0 بتساوي، انا بتساوي ايه بقى؟ بيساوي الواي كريتيكال زائد الفي، طالما دي كريتيكال تبقى دي في كريتيكال سكوير على 2 جي زائد الايه؟ الهيد لوسز من 1 ل 2. خد بالك هيد لوسز ده ممكن اديه لك في الامتحان اقول لك ليه قيمه، فلو كان ليه قيمه هتكتبها، لو ما لهوش يبقى هتحطه بصفر. انا ما اديتش اي معلومات يبقى صفر. طيب الواي كريتيكال زائد في كريتيكال دي قلنا بتساوي ايه؟ دي بتساوي سبيسيفيك انرجي المينيموم، سبيسيفيك انرجي المينيموم. طيب السكشن بتاعي ايه؟ السكشن بتاعي وايد سكشن، فين؟ اهو وايد سكشن. وايد سكشن ايه علاقه الاس اي مينيموم؟ الاس اي مينيموم الوايد سكشن ريكتانجلر، والوايد سكشن الاس اي مينيموم بتاعتهم بتساوي ايه؟ 1.5 واي كريتيكال. ده من الباب الشابتر بتاع السبيسيفيك انرجي. وبالتالي اقدر اقول ايه؟ ال 2.5 دي بيساوي 1.5 واي كريتيكال. من الكلام ده اقدر اقول يبقى الواي كريتيكال بتساوي كام؟ بتساوي 2.5 على 1.5، يعني هتطلع هتساوي، يبقى دي اسمها، دي طلعت كام يا شباب؟ دي طلعت 1.66، والكيو طلعت هنا كام؟ احنا قلنا 6.73 متر مربع بير سكند، وكمان والكيو كابيتال طلعت كام؟ 134.78 متر مكعب بير سكند.
يلا نعمل تشيك بقى. هجيب النورمال ديبس، هنجيب النورمال ديبس، نقول y نوت ها بيساوي، دي سهله جدا، q سمول في ال n على جذر s نوت اس كام؟ اس 0.6. q سمول معروفه اهي 6.73 في ال n، انا مديها لك ال n معطاه اهي ال n .027 على جذر الاس نوت. الاس نوت في المساله الاولى شايفينه فين؟ اس نوت فين؟ الاس نوت 1.2 السلوب، عشان السلوب از 1.2 متر على كيلو متر، عشان السلوب 1.2 متر على كيلو متر، يبقى اعمل ايه؟ اقسم على 1000 متر، يعني دي متر، المقام 1 كيلو متر، ال 1 كيلو متر ده يتفك ايه؟ 1000 متر. يبقى بالتالي كل ده ما تنساش بقى، ترفع تو ذا باور 8.6. القانون ده فاليد فقط لمين؟ للفيري وايد سيكشن، حتى الريكتانجلر ما ينفعش، ده فقط للفيري وايد سيكشن. ادخل بقى عوض في هذا القانون، طلع لي الرقم ده 1.3559 متر. جميل، عندي دلوقتي الواي نوت، ها هعمل ايه بقى؟ ده اللي انا بعمل تشيك، خد بالك، هقارن الواي نوت بمين؟ بالواي كريتيكال اللي هي 1.66. يبقى ايه اللي حصل دلوقتي؟ واي نوت زي ما انت شايف اللي هي 1.3559، واي نوت ادي الواي نوت، دي الواي نوت النورمال ديبس، اصغر من مين؟ من الواي كريتيكال. الواي نوت اصغر من الواي كريتيكال، يبقى ايه؟ my assumption is okay والحل سليم. My solution is correct. ليه؟ لان assumption ايه؟ الassumption is correct. واضح يا شباب؟ يبقى دي المساله ايه؟ المساله الاولى. طيب تعال نحل نفس المساله بقى، بس هنغير فيها تغيير بسيط. ايه هو؟ هغير لك السلوب بتاع التشانل. فالسلوب بتاع التشانل هنا كان زمان كان 1.2 متر بير كيلومتر. تعال نروح بقى هنا في المساله دي، ده اكزامبل رقم 2، هي نفس المساله اللي فاتت، بس ايه اللي اتغير؟ ها اتغير مين؟ اتغير الاستاذ ده. السلوب كام؟ 300 سنتي بير كيلومتر. هتعمل ايه؟ هتقول اول حاجه اسيوم ايه؟ ستيب سلوب. انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، تملك ستيب او كريتيك. وبعدين نفس الارقام بقى، نفس الارقام، الليفل هنا كام؟ الليفل هنا 130، والليفل هنا كام؟ ليفل هنا 127.5. ها يبقى دي كام؟ يبقى دي اتش بكام؟ بيساوي 2.5. طيب بقول اتش ب 2.5 متر، ومن هجيب الواي كريتيكال لما اطبق برنولي صح؟ يديني كام؟ يديني ال 1.667 متر. جميل، انا جبت الواي كريتيكال، من الواي كريتيكال جيب الكيو سمول، هيطلع الكيو سمول زي ما جبناها قبل كده اللي هي 6.73، اللي هي 6.73 متر مربع بير سكند. يبقى اقدر اجيب كيو كبيره اللي هي 6.73 في ال 20، تديني نفس الرقم اللي فات، اللي هو كام؟ اللي هو 134 وكسر، 134 بوينت حاجه متر مكعب بير سكند. دي كل دي اسمها ايه؟ دي الاولد نمبرز، زي سيم از بيفور، زي المساله اللي فاتت بالظبط. جميل، ايه اللي هيتغير دلوقتي؟ اتغير دلوقتي لما احسب النورمال ديبس، هقول تشيك. لو انا اعمل تشيك، جيب الواي نوت، الواي نوت بتاعي زي ما اتفقنا كيو سمول في ال ان على جذر اس نوت، اس كام؟ اس 0.6. طيب كيو سمول بكام؟ بالرقم اللي عندك اللي هو 6.73، ال ان زي ما هي 0.027، على الاس هي اللي اتغيرت، خدت بالك؟ اس اتغيرت دلوقتي بكام بقى؟ بدل ما كانت 1.2 متر بير كيلومتر دلوقتي بقت 300 سنتي على الكيلو. 300 يبقى 300 سنتي على الكيلو، يعني في 10 اس ناقص 5. هتديني الرقم بقى ده، الرقم ده كام بقى؟ فلو انت حسبت الرقم ده هتلاقي الرقم ده 2.05. ايه علاقه بقى 2.05 متر بالواي كريتيكال؟ هنا الواي نوت ها أكبر من الواي كريتيك، يبقى الأسامشن إز رونج، إز إنكوركت. يعني إيه الأسامشن إز إنكوركت؟ يعني معناها الأسلوب ده لا ستيب ولا كريتيكال، يبقى ملوش حل غير إنه يكون مايلد، ملوش حل غير إنه يكون مايلد. واحد يقول لي طب يا دكتور ما ممكن يكون أدفرس،
لا مش هيكون ادبس، مش ممكن تلاقي في تشانل مثلا بتاخد ميه من بحيره وبدايتها تبقى ادفرس، مش هتقدر تاخد ميه، صح ولا لا؟ فلازم هيكون ايه ميه. الحقيقه هو ما عندناش غير في بدايات الانهار وما بتاخد من بحيرات لازم يكون اما مايلد او ستيب او كريتيكال، مش هيكون حاجه غير حاجه من الثلاثه دول. طب يبقى الاسامبشن بتاعنا از انكوركت. طب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هتقول بقى مش هتقول اسيوم مايلد، هتقول بقى هتقول سلوب از مايلد. ده يقينا بقى سلوب از مايلد. طب لو كان سلوب از مايلد يبقى نعمل ايه؟ يبقى غير الرسمه. الرسمه هنغيرها ازاي بقى دلوقتي؟ هيبقى عندنا ده الكريتيكال ديبس، ده الكريتيكال ديبس، كريتيكال ديبس لاين. ها المايلد سلوب، مايلد سلوب الواي نوت فين؟ اعلى من الكريتيك، واي نوت اعلى من الكريتيك. جميل، ادي الواي نوت اهو اعلى من الكريتيك، واخد خط راسي اهو عشان اوضح الموضوع. وبعدين فايه اللي هيحصل بقى؟ يبقى الميه بتاعت البحيره هتنزل كده، ها هتنزل لتحت؟ لا، هتنزل لحد النورمال بس. اهي الكيرفتشر بتاعها هيكون بهذا الشكل. يعني كان ناوي ان هو يدخل عمودي على الكريتيك. واضح؟ اسمي ايه؟ اسمي A2 كيرف. يبقى ده الشكل بتاعي. جميل، الووتر ديبس بقى ده هنا في الجزء ده، الووتر ديبس ده كده من اول هنا لحد هنا. الووتر ديبس ده قيمته كام؟ مش واي كريتيكال خالص، قيمته اسمها واي نوت. قيمته اسمها واي نوت. طيب تعالى بقى نطبق. فتقول بقى نفس الكلام تاني، تقول ابلاي برنولي ايكويشن بتوين 1 اند 2. فين 1 اند 2؟ 1 اللي هي عند البحيره، واثنين عند ايه؟ بمدخل الليت شانل. ها فيلا نقول بقى لو اخدت الديتم بتاعي هنا زي ما اتفقنا، يعني نقول ايه بقى؟ يبقى زد اللي هي 2.5 عند البحيره زائد 0 زائد 0 زائد 0 زائد 0 بتساوي تساوي ايه بقى؟ يساوي واي نوت زائد في نوت سكوير على ال 2 جي. دي اسمها ايه؟ سبيسيفيك انرجي بس، مش مينيمم ولا اي حاجه، يبقى مالهاش علاقه بالواي كريتيكال، يبقى مالهاش علاقه بالدسشارج. خلاص بقى مش هيبقى ده هو كنترول سيكشن، ده ما بقاش كنترول سيكشن اني مور. جميل، يبقى بهذا الشكل. يبقى بالتالي اقدر من المعادله دي اقول ايه؟ اقول 2.5 ركز معايا يساوي واي نوت زائد، ها بدل في هحط كيو، كيو سمول سكوير على 2 جي واي نوت سكوير. يبقى دي المعادله الاولى. دي ايه المعادله الاولى بتاعتي؟ معادله بدلاله حاجتين مش عارفهم، الواي نوت وكيو سمول. طيب المعادلة الثانية، خد بالكم الكلام ده كله فاليد فقط لمين؟ للفيري وايد سيكشن، يعني الفيري وايد سيكشن هو اللي اقدر اعرف فيه كيو سمول، فيري وايد وريكتانجل بعرف فيه كيو سمول. فبدل في احط شلتها وحطيت كيو على واي زي ما احنا عارفين قبل كده. طيب ننتقل المعادلة الثانية، ناقص معادلة لأن دي معادلة مجهولين، مجهولين في المعادلة الواحدة، يبقى لازم معادلة ثانية عشان أحل. المعادلة الثانية هي معادلة ماني، اللي هي بتقول إيه بقى؟ بتقول إن الواي نوت بيساوي كيو سمول في الان على جذر ها اس نوت اس 0.6. وبرده المعادله دي خاصه فقط بالوايد سيكشن، لو انت عايز تستخدم اي سيكشن تاني لازم تكتب له معادله مانينج بالتفصيل، وخد بالك ممكن تيجي في الامتحان لازم تتدرب عليها. طيب ودي المعادله الثانيه، المعادله الثانيه بدلاله مين؟ واي نوت وكيو سمول، برده معادلتين في مجهولين، حلهم مع بعض، حلهم مع بعض وجيب مين؟ الواي نوت وجيب الواي كريتيك وجيب الاي كيو سمول. هل محتاج اعمل تشيك؟ لا مش محتاج تعمل تشيك. تعالى بقى نحلهم مع بعض. لو انا في امتحان وجات لي حاجه زي كده احلها باكسل، ايه المشكله؟ احلها بالاله الحاسبه زي ما انت عايز. تعالى نشوف هنحلها ازاي باكسل. هناخد المعادلتين دول مع بعض. فقبل ما ناخدهم تعالوا نعمل سنيبنج الاول. جميل، ادي المعادلتين بتوعنا اهو. تعالوا نكمل بس البيانات، انا حطيت البيانات الاساسيه، نكمل البيانات هنا. قلنا اتش بكام؟ قلنا اتش اللي بيساوي الليفل بتاع الليك ناقص الليفل بتاع مين؟ البيد شانل للانترنس سيكشن اللي هي متر. وقلنا الواي كريتيكال، واي كريتيكال بيساوي ايه؟ بيساوي السبيسيفيك انرجي على 1.5 لان القطاع فيري وايد سيكشن او ريكتانجلر. دي الواي كريتيكال القديمه، القديمه اللي احنا جبناها. وقلنا كيو سمول بناء على هذا الكلام اللي هو بيساوي ايه بقى؟ كيو سمول سكوير على الجي اللي هي بيساوي الجذر التكعيبي، واي كريتيكال بيساوي الجذر التكعيبي كيو سمول سكوير على جي. يعني كان الكيو سمول سكوير على جي بيساوي الترم ده اس ايه 3، صح؟ وبالتالي اقدر اجيب الكيو سمول، كيو سمول بيساوي ايه؟ كيو سمول بيساوي
الكيو سمول بيساوي هاخد الرقم ده هضربه في الجي 9.81. انا بحل الجزء الاولاني لحد دلوقتي، بعد كده اهو هاخد الجذر بتاعه، هاخد الجذر بتاعه الاس كيو ار تي بتاعه، خدت الجذر بتاعه خلاص، وبالتالي اقدر اجيب الاي كيو. جبت كيو ضربتها في مين؟ ضربتها في البي. طيب مين قال ان الكلام ده سليم؟ تعال نجيب الواي نوت. نجيب الواي نوت بقى بيساوي كيو سمول. فين كيو سمول؟ كيو سمول اهي في الان، الان اهي على جذر اس كيو ار تي، جذر اس نوت، اس نوت اللي هي اهي 300، بس ما تنساش تضرب في 10 اس ناقص 5. نكتبها ازاي في اكسل؟ 10 اس ناقص 5 تتكتب كده 1 اي ناقص 0.5، 10 اس ناقص 5 تتكتب كده خلاص. ما تنساش كل ده ترفعه تو ذا باور بوينت 6، لو القانون ده، ده كل ده انا كنت فارض ايه؟ ان الشانل ايه؟ ستيب، وكنت اامل ان ايه الموضوع يطلع لي يعني. ايه رايكم بقى دلوقتي؟ طلعت الواي نوت علاقتها ايه بالواي كريتيكال؟ اه الواي نوت، ها اكتب كده، دي اكبر من ايه؟ اكبر من الواي كريتيكال، يبقى ايه؟ assumption is a wrong، صح؟ assumption is wrong. طيب وبالتالي عايزين بقى نحل، نستخدم بقى موضوع يبقى السلوب، يبقى على طول سلوب از تي، سلوب سلوب اس از مايل، اتفقنا ان هو مش لا ستيب ولا كريتيكال، سلوب از ايه؟ از مايل. تعال نحل بقى السلوب مايل، انا متاكد دلوقتي ان السلوب مايل. حل بقى باستخدام التو ايكويشنز دول. التو ايكويشنز دول زي ما اتفقنا عباره عن تو انونز، ايه هما؟ الكيو سمول والواي نوت. طيب يلا نكتب، اكتب كده، اكتب هنا مثلا بفرض ان عندي الكيو سمول اهي والواي نوت. لو انا كان عندي كيو سمول مش هقدر اجيب الواي نوت من المعادله دي. اه طب يلا تعالى اكتب الواي نوت بدايه الكيو سمول، يلا نكتبها. يبقى بتساوي كيو سمول في الان على اس كيو ار تي اللي احنا لسه كاتبينها من شويه، في مين؟ في السلوب ده ما تنساش 1 اي اس ناقص 0.5، يعني في 10 اس ناقص 5، ما تنساش الباور، ما تنساش الباور، يبقى هاخد ده كله تاني وارفعه اس بوينت، يبقى ده الايه؟ الواي نوت. عايز تتاكد انها شغاله حط اي رقم هنا، هتلاقي اديتك ايه؟ اديتك ارقام. جميل. طيب وبعدين يبقى الايكويشن دي خلاص تحققت ان لو اي رقم اعطي للكيو هجيب الواي نوت بدلاله هذه الايكويشن، بس انا ما عنديش ايكويشن واحد، عندي فيه ايكويشن ثانيه. طب تعالى نكتب الايكويشن الثانيه. بص الايكويشن الثانيه هتبقى ازاي؟ في هنا رايت هاند سايد وفي هنا ايه ليفت هاند سايد، صح؟ تعالوا نكتب الايه الرايت هاند سايد، او اكتبه ليفت هاند سايد يساوي رايت هاند سايد. طب الليفت هاند سايد اللي هو ايه؟ تعالوا نكتب الرقم ده اللي هو واي نوت زائد كيو سكوير على 2 جي واي نوت سكوير، يبقى اقول بتساوي واحطهم بدلاله الاثنين دول يساوي اقرا معايا واي نوت اللي هي دي زائد الكيو سمول اللي هي دي سكوير، صح كده؟ زائد كيو سمول سكوير على ايه؟ 2 في 9.81 في واي نوت اس سكوير، واقفل القوس، وانا بحب ايه اامن نفسي واحط هنا على الباور قوس اضافي. جميل. طب ايه رايك بقى دلوقتي؟ مش احنا بنقول ليفت هاند سايد يساوي رايت هاند سايد، صح؟ ليفت هاند سايد يساوي رايت هاند. طب الاثنين المفروض يساوي كام؟ يساوي 2.5، يبقى الرقم ده لازم يساوي 2.5، يبقى انا هقول كده هو المفروض ده يساوي ايه؟ 2.5. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اقعد اغير الكيو لحد اما تديني ان الاستاذ ده يساوي 2.5، واضح يا شباب؟ يبقى بالتالي اقدر استخدم السولفر بسهوله، فاروح رايح داتا سولف واقول له بقى ايه؟ ايه الاوبجيكتيف بتاعي؟ الاوبجيكتيف بتاعي ان دي نفسي تساوي 2.5. طيب بتغيير مين؟ بتغيير الكيو سمول. طب هل ممكن الكيو سمول دي تبقى نيجاتيف؟ الاجابه لا، لازم تبقى بوزيتيف، يبقى دي اسيبها زي ما هي والسولفر زي ما هو والسولفر بس كده خلاص. يبقى خدت بالك؟ يبقى اللي حصل دلوقتي، يبقى افضل كيو
تخليه لكن الليفت هاند سايد قد الرايت هاند سايد، يعني تحقق لك المعادله دي وفي نفس الوقت المعادله دي متحققه اوريدي، يبقى افضل كيو هي 6.32. ايه علاقتها بالكيو القديمه 6.73؟ ده اسيومنج ان هو كريتيكال وطلع غلط، يبقى الكيو الجديده هي دي. يبقى بالتالي كيو كابيتال اقدر اكتبها دلوقتي، يبقى كيو كابيتال بتساوي الكيو الجديده مضروبه في مين؟ في البي. خلاص يبقى دي كيو الصحيحه متر مكعب بير سكند. بالتالي اقدر بقى اخد الكلام ده واحطه فين؟ واحطه في الحل بتاعي. بكده يبقى احنا خلصنا يا شباب المسائل بتاعت الكيو بروبلم زي ما انت شفت اهو. اديتك نوعين المسائل، النوع الاولاني لو كان على طول الشانل بالمصافه طلعت ستيب فبالتالي الاسامبشن بتاعك طلع صح. النوع الثاني لو كانت المساله الاسامبشن بتاعك طلع غلط، فازاي بتتصرف معاه. في شويه كومنتس كده اقولها بسرعه. واحد، وات اف لو كان القطاع مش فيري وايد سكشن، المساله بتزداد صعوبه لو كان فيري وايد سكشن، هل ممكن تيجي دي؟ ممكن تيجي. يعني مثال، مثلا لو كان القطاع، لو كان القطاع ده بتاع التشانل تراينجلر مثلا، لو كان تراينجلر خد بالك اول حاجه تعملها لما تيجي تطبق برنول ايكويشن وهتقول ان الاتش بيساوي، ها انا هفرض الاول هو ستيب سلوب واي كريتيكال زائد ايه في كريتيكال سكوير على ايه 2 جي، صح؟ جميل. ده اسمها ايه؟ اسمها سبيسيفيك انرجي مينيمم، صح ولا لا؟ طب في حاله سبيسيفيك انرجي مينيمم للتراينجلر سيكشن، ايه علاقه السبيسيفيك انرجي مينيمم بالواي كريتيكال؟ قلنا اخذنا في الجدول اللي انت فاكر ان سبيسيفيك انرجي مينيمم للتراينجلر سيكشن بيساوي 1.25 مش 1.5 واي كريتيكال. يبقى دي اول تغيير، يعني الانرجي هنا مش هحطها 1.5 اس، لا هحطها 1.25 واي كريتيكال. يبقى من هنا اقدر اجيب الواي كريتيكال. طب جبت الواي كريتيكال وبعدين احسب لي بقى الايه؟ الديسشارج. طب اقدر اقول بقى يبقى الواي كريتيكال، اقدر اقول الواي كريتيكال بيساوي الجذر التكعيبي لكيو سمول سكوير على جي؟ لا. ليه؟ لان دي فقط للريكتانجلر well very wide. لازم تكون صاحي وانت الامتحان اوبن بوك، الحمد لله ربنا ما يسرها معاك، لازم تكون صاحي. امال اعمل ايه بقى؟ اجيبها بقى باستخدام الفلوت نمبر دي، احنا ما نعرفلهاش فورمولا، يعني لازم تعملها من الاول. ازاي يعني؟ تقول اعملها من الاول ازاي يعني؟ اقول لك تعملها من الاول ازاي. انت مش انت عارف الفلوت نمبر عند الكريتيكال هو اللي بيساوي 1؟ صح صح. ده بيساوي ايه بقى؟ ده بيساوي الفي اللي هي كريتيكال على جذر جي، ها، في الهيدروليك مين ديبس كريتيكال، صح؟ ده الوضع العام. طيب ايه رايك لو كان ده ووتر ديبس واي، هيدروليك مين ديبس بتاعه كام؟ واي على 2. ليه؟ لان لما نحول مثلث لمستطيل مكافئ، ها، المستطيل المكافئ ده الديبس بتاعه بيكون نص الديبس بتاع الايه؟ التراينجلر، صح؟ يبقى الهيدروليك مين ديبس دي هتكون بتساوي كام؟ واي كريتيكال على 2. جميل، يبقى واي كريتيكال على 2. ايه رايك بقى دلوقتي لو احنا نعمل الاتي؟ هتروح واخد الفي كريتيكال دي بقى وتقول بيساوي ايه؟ كيو اللي انت عايز تجيبها بقى على مين؟ على الاريا. الاريا ايه؟ الاريا كريتيكال. الاريا كريتيكال هنا بتساوي كام؟ لو ده واي كريتيكال يبقى دي اسمها ايه؟ تي واي كريتيكال. يبقى الاريا بكام؟ الاريا كريتيكال دي بيساوي كام؟ بيساوي نص القاعدة اللي هي 2 تي واي كريتيكال، 2 تي واي كريتيكال في الارتفاع اللي هو واي كريتيكال، يعني سكوير، النص تروح مع النص، يعني الاريا تي واي كريتيكال سكوير. عوض بقى يا عم الحاج هنا، يبقى تقول جذر جي واي كريتيكال على 2، خلاص ده المقام القديم، وهنا الفي اتفكت، يبقى كيو على اريا، الاريا اللي هي ايه بقى؟ تحط لي التي واي كريتيكال سكوير. ايه رايك بقى دلوقتي؟ انت عندك بقى واحد بيساوي الرقم ده، يعني عندك كده دلوقتي واحد بيساوي، نحطها بشكل نظيف، كيو على جذر جي واي كريتيكال على 2 تحت الجذر ده كله، وبعدين بعيد بره الجذر في عندي تي واي كريتيكال سكوير. ايه رايك بقى؟ لو انا عرفت الواي كريتيكال بكام، يعني عرفت دي بكام وعرفت دي بكام والجي معروفه والتي معروفه، تقدر تجيب الكيو؟ تقدر تجيبها من غير اي حاجه، من غير اتريشن ولا اي حاجه، تيجي على طول.
صح، يبقى تقدر تجيب الكيو، يبقى انت جبت الكيو. يبقى بالتالي حتى التريانجلر سيكشن في المسائل زي دي بيبقى الى حد ما سهل. المساله بتبقى تزداد صعوبه جدا في حاله الايه ترابيزويد. انا مش هجيب لكم ترابيزويد، لو ترابيزويد لو اي سيكشن تاني غير التريانجلر او الريكتانجلر المساله بتزداد صعوبه جدا.